ولمزيد من القراءة والمتابعة ينضم إلينا من القدس المحتلة الأستاذ أحمد الصفدي الباحث في القضايا السياسية. أستاذ أحمد، نرحب بك عبر شاشة الغد، ونسأل اليوم بعد جملة التهديدات والتصريحات، حزب الله يقول وقف الحرب أو أن كل إسرائيل تحت مرمى صواريخه، كما يهدد الاحتلال يهدد قولا وفعلا الحزب بما تابعناه قبل ساعة ونصف من الآن، رشقات أكثر من 55 صاروخا اعترض البعض منها من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية. إذن الحزب يذهب إلى تنفيذ هذه التهديدات. تحياتي أستاذ عبد الناصر لك وجميع مشاهدي الغد. طبعا هو ينفذ، لأن السياسة هي تعبير مكثف عن الميدان، فيعني مصداقية للميدان والكلمة للميدان وللمقاتلين في الميدان، وخاصة أن الإسرائيلي ونتنياهو تحديدا ذهب بأحلامه الوردية ولم يستفيق، ويعني أتت الصواريخ اليوم 55 صاروخ كما ذكرت حضرتك على صفد لتوقظ نتنياهو من أحلامه التي ذهبت بعيدا إلى تغيير الإقليم والقضاء على حزب الله وعودة المستوطنين إلى شمال فلسطين أي جنوب لبنان، وتفكيك جبهة غزة عن جبهة لبنان، وكل ذلك لم يحصل. وحتى الأهداف التي وضعها في غزة لم يستطيع أن ينفذ إليها، ولم يستطيع إليها سبيلا ولا أي هدف، ولا القضاء على حماس ولا على أي فصيل فلسطيني، ولا القضاء ولا تحرير الأسرى بالقوة ولا تهجير الشعب الفلسطيني، وحتى ما عنده قدرة أن يبقى في نتسريم وفلادلفيا رغم كل المجازر، لا في لبنان ولا في فلسطين. وبالتالي هاي هي الفكرة أستاذ الكريم. الحل فعلا كما تحدث رئيس الوزراء ميقاتي وكما تحدث نائب الأمين العام لحزب الله أن الحل سياسي، وتبريد الساحات يبدأ من قطاع غزة. ولكن إذا الاحتلال مصمم، ها هي الصواريخ تصل إلى صفد، تصل إلى قاعدة الجولاني في حيفا وتلحق أضرار وإصابات وقتلى إسرائيليين، وتصل المسيرات وتصل الصواريخ. فإذا بيّن أن لديه قدرة عسكرية وقدرة سياسية، فبالتالي الكرة بالملعب نتنياهو. طيب تمام، على ذكر نتنياهو سنأتي للحديث تباعا في سياقات الحوار، لكن سكان حيفا يخشون اليوم بشكل واضح وكبير أن تتحول هذه المدينة التي يخشى عليها الاحتلال أن تخدش وأن تصبح كرة لهب كما فعل الاحتلال في لبنان، أن تتحول إلى كريات شمونة اثنين. إلى أي حد قادر اليوم الحزب بتحويل إسرائيل تحت مرمى الضربات الإسرائيلية ويجعل الاحتلال يدفع الثمن كما يدفعه اللبنانيون؟ سؤال مهم أستاذ عبد الناصر. وانظر إلى الصواريخ اليوم في صفد اللي هي بلدنا المنشأ، يعني اللي احنا تهجرنا منها عام 48، سكننا في القدس وغيرنا تهجر للبنان ولمصر ولسوريا. المستوطنين في صفد، وهي صفد مهمة لأنه كبار الحاخامات المتدينين الإسرائيليين موجودين فيها، صفد مهمة فيها قواعد جوية وقواعد عسكرية يركز حزب الله عليها. ولكن ماذا يقول المستوطنين؟ أين القبة الحديدية؟ أين الدفاعات الجوية؟ لماذا لا تنطلق؟ في تساؤلات عديدة في هذا الإطار، وأصبح يفكروا بالهجرة من صفد ومن كريات شمونة. وشفنا الفيديو على شاشتكم قبل قليل، أنا تابعته، أن حزب الله يرسل فيديو سيقول لهم سنجعل من حيفا كريات شمونة تنين، صحيح ولا مش صحيح؟ واستطاع. خلينا نتذكر أستاذ عبد الناصر كلام السيد حسن نصر الله قبل أن يسترشد. قال للإسرائيليين إذا أردتم أن تفكوا جبهة غزة عن جبهة لبنان، عليكم أولا أن تذهبوا إلى غزة وتوقفوا العدوان على غزة، بينما بالقوة إذا أنتم بدكم تعيدوا المستوطنين 100,000 مستوطن إلى المستوطنات في غلاف شمال فلسطين أي جنوب لبنان، حضروا أنفسكم لهجرة 2.5 مليون مستوطن. ماذا حصل حينما وجه حزب الله قبل أيام صواريخ بلستية والمسيرة إلى حيفا؟ والصواريخ البلستية طبعا وصلت لوين؟ إلى تل أبيب وإقليم تل أبيب. دخلت 2 مليون إسرائيلي إلى الملاجئ. هذا مش كلامي، كلام الإعلام العبري. هذا ماذا يعني؟ قالوا مش المهم كم من صاروخ ينطلق، ومش مهم قديش تصاوب هاي الصواريخ وتسبب إصابات، ولكن تأثير إدخال 2 مليون إسرائيلي إلى الملاجئ وشل الاقتصاد
وشل الناحية النفسية والضرب المعنوية وكل التساؤلات بأن نتنياهو طمنهم وقال لهم سيتم إعادة حزب الله إلى خلف الليطاني وسيتم الانتصار سريعا وسنعيد المستوطنين سريعا إلى مستوطنات شمال فلسطين. أين كل هذا الكلام؟ أين كل هذه الأهداف؟ أين نعي نتنياهو المبكر من قبل نعي حزب الله من قبل نتنياهو مبكرا وكان أطاح به بالضرب القاضية في موضوع اللاسلكي والاغتيالات واغتيال السيد حسن نصر الله فضلا عن قصف الضاحية الجنوبية وبيروت؟ كل ذلك لم يفيده. بدأت الآية تنقلب ويعني الانتقادات تتعاظم وكل التساؤلات أين هي الدفاعات؟ دائما هذا السؤال. طب هذا السؤال أستاذ أحمد أمام أن الحزب الذي تجاوز الضربات والمعضلة التي عاشها بالفترات السابقة وتحديث الذي لازال محط اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية والساسة كلمة الثالثة لنائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، نسأل عن المرحلة التي أشار إليها مرحلة إيلام الاحتلال إيلام إسرائيل، لو تحدثنا من خلال متابعتك للمعطيات سقف المرحلة إلى أين يصل سقف إيلام الاحتلال كما قال نائب الأمين العام لحزب الله؟ طبعا إسرائيل خبيثة جدا، هي والولايات المتحدة أرادت أن تشكل فرقة وتدق الأسافين وتجعل الخلافات في الساحة اللبنانية كما فعلت في يوم ضربة مجدل شمس التي كانت أن تعمل خلافات ما بين الدروز السوريين الوطنيين والدروز اللبنانيين، خلافات عديدة تحاول أن تشقها إسرائيل باستهداف مثلا جمهور الضاحية الجنوبية وجمهور حزب الله، وأن تتجنب ضرب بيروت، ووعد نتنياهو الإدارة الأمريكية بذلك، ولكن كل هذه المحاولات لإحراج حزب الله كما فعلوا مع حماس والمقاومة الفلسطينية، كانت حماس ذكية إذا تتذكر في موضوع صفقة الأسرى، أعطت المجال للمساحة السياسية كما تفعل هي بالميدان ولم تغلق الباب، ودائما كانت إيجابية وترد إرادات ردود إيجابية على موضوع خطاب بايدن وصفقة الأسرى وإلى آخره. إذا سحبنا الموضوع على حزب الله، صحيح اليوم وجه رسالة نائب الأمين العام، رسالة واضحة بأنه مستعدين لوقف إطلاق النار إذا الإسرائيلي مستعد، ولكن إذا أرادوا الاستمرار نحن جاهزين للاستمرار، وهذا يوضح تناغم وانسجام الموقف الثلاثي، موقف حزب الله وموقف الحكومة اللبنانية ميقاتي، موقف واضح ومنسجم مع المقاومة، وموقف أيضا بري رئيس المجلس النواب وأيضا وليد جنبلاط، كلهم قطعوا الطريق على الخلافات الداخلية بهذا الإطار، وهذا تطور سياسي. أما التطور العسكري واضح مثل سؤالك مسالك، حزب الله متعافي يتعافى، يعني بدأ أعلق لك على موضوع ضرب المسيرة لقاعدة لواء جولاني في حيفا. ماذا تحدث قائد اللواء؟ قال تلقينا ضربات قاسية خلال العام، والمقصود من فصائل المقاومة عديد القتلى من لواء جولاني، وانسحبوا على فكرة واحتفلوا لما انسحبوا من غزة، بينما تلقى ضربة قوية الآن 67 جندي أصيبوا 4 قتلى، ويقول لواء جولاني أو القائد ولكن سنتعافى. الآن من أصبح يتحدث عن التعافي؟ الإسرائيلي. قبل أيام وقبل أسابيع كان الحديث أن حزب الله في موقف دفاع أو ينازع، صحيح ولا مش صحيح؟ إذن انقلبت الآية نتيجة الضربات المتلاحقة من حزب الله، سواء في موضوع الحرب البرية كيف يتصدى الإسرائيلي، قصف تحشدات الإسرائيلية والدبابات على الحدود، قصف حيفا وطبرية وصفد الليلة بشكل أساسي وكريات شمونة، وإلى ما أبعد من حيفا. نعم تل أبيب صحيح. طيب